معنا في هذا العدد الخاص الذي نتحدث فيه عن المباراة الكارثية التي أداها المنتخب الوطني أمس أمام نظيره الغيني على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي بالجزائر العاصمة. خسر الخضر أمام غيني هدفين مقابل هدف واحد، خسارة صادمة مفاجئة مرة ويجب تعويضها بأقصى سرعة ممكنة. يوم الاثنين إن شاء الله يجب على الخضر أن يفوزوا في أوغندا من أجل ترميم هذا الصدع الذي والشرخ الذي وقع بينهم وبين أنصار المنتخب ومحبيه. بن شبير، نواصل الحديث عن لاعبي المنتخب. تحدثنا عن الأخطاء التكتيكية الكثيرة في مباراة أمس، تحدثنا عن المردود الضعيف لبعض اللاعبين، خصينا بالذكر الحارس موندريا، بعض المدافعين سميناهم بالاسم، قلنا أيت نوري وعطال لم يكونا في المستوى، بن طالب أيضا كان ظلا لنفسه، كل كرته كانت طويلة وغير مدروسة وغير دقيقة. تحدثنا عن إبراهيمي زروقي الغائب شبه، تحدثنا أيضا عن إبراهيمي غائب وزروقي حاضر. زروقي غائب منذ 2019 في المنتخب. لا تقلق ميدو، سنأتي إلى زروقي وإلى لاعبين آخرين. تحدث أيضا عن بالرحمة أمين، توظيف بالرحمة وتركه وعدم إخراجه وإخراج وسحب بنزية من المستطيل الأخضر على ماذا يدل؟ هل بيتكوفيتش لم يقرأ المباراة جيدا وهو الذي عودنا في المباراتين السابقتين على إحداث تغييرات جذرية وتسريع اللعب في الأشواط الثانية؟ لعلمك أمين، حسب مصادرين الخاصة بيتكوفيتش أمس كان في حالة نفسية يرثى لها وكان مصدوما من أداء بعض اللاعبين، خيبوه يا أمين، كان يضع فيهم ثقة كبيرة، كان مندهشا ومصدوما ولم يصدق بعض يعني بعض اللقطات الضائعة، لم يصدق ذاك الأداء الكارثي، لم يصدق رؤية أشباح فوق أرضية الميدان. أحس بأن بعض اللاعبين خذلوه وربما سيقدم على تغييرات جذرية في المباراة القادمة. لازم يقدم وما من بعد مباراة أوغندا محمد، رأي يكون عنده وقت كافي باش يعاود. نبدأ أمين بالرحمة وعدم شوف نبدأ بالرحمة وعدم إقحام عمورة منذ البداية. شوف بالرحمة محمد، في مباراة الأمس أكد أنه خلاص ما عندك مزيت تدي من عنده، خلاص سيئه وقع في كل المناصب، لعبوه كارك مع عشرة، لعبوه على الجناح الأيسر، أعطوا له الحرية، أعطوا له الثقة، خلاص محمد بالرحمة صاي يغلق الملف تاعه، يحال على التقاعد دوليا. لازم يجيبوا جناح أيسر في أعلى مستوى ليقدر يلعب، يقدر يمد الإضافة للمنتخب الوطني الجزائري. كاين لاعب آخر محمد تاني، قويري إلى غاية الآن ما مد حتى إضافة للمنتخب الوطني الجزائري. احنا استبشرنا خيرا بقدوم هذا اللاعب بما أنه كان يشط فيه نادي ران ونادي نيس الفرنسيين وكان يلعب مع المنتخب الفرنسي وكان هو الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي في فئات السنية، بصح مع المنتخب الوطني الجزائري إلى غاية الآن لم يقدم ولا إضافة، وكأنك عندك لاعب حطبة فوق أرضية الميدان ما تشوفه يدير حتى إضافة، زعما يدريب لي كيما البارح المنتخب الغيني المتكتل دفاعيا مثلا، يراوغ لاعب أو لاعبين يحاول يدير فرصة، ولا فرصة، صفر، ما كاش البارح قويري. وهذا ينطبق قلت لك على تقريبا كل اللاعبين. لذلك شوف بعد مباراة، وشوف مباراة أوغندا ستكون مباراة مفصلية ومهمة جدا، لازم يربحها المنتخب الوطني الجزائري باش يعاود يولي الهدوء لبيت المنتخب. بعدها راح يكون عندك تقريبا عام امام بيتكوفيتش، انا متاكد بانه راح يقوم بثوره. معليش سيمو عنده اليوم امل، اسمح لي اقطع كلامك اليوم فقط، نعطيك فكره ووصل عليها فقط، هي انه بعد تاجيل كاس امم افريقيا 2026 اكيد سيتم، ولكن ما راحش يتاجل. وش كان ضمن خطر مكذبوا قاني توما نعم في بالا جوي في المود جوان الكاف تكذب نفسها والأمين العام يناقض والأمين العام يناقض نفسه. على كل حال ليس موضوعنا وليس رسميا إلى غاية 2026 سيتم تأجيل الإقصائيات، لأن الإقصائيات كانت مبرمجة مباراتين في سبتمبر، مباراتين في أكتوبر، مباراتين في مارس، يعني ممكن أن الإقصائيات تؤجل إلى غاية جوان من سنة 2025 تقريبا عام. الشيء اللي راح يعطي فرصة للمنتخب الوطني أنه ممكن تكون عنده ثلاث تواريخ فيفا كل القادمة كلها ودية، يعني سبتمبر أكتوبر نوفمبر، وهذا راح يخدم المنتخب الوطني الجزائري. سي ماتش وين تقدر تغرب الآلة، سي بوشاك في باس بريسيبيتي. أولا لازم تفوز على أوغندا ونعود، ولازم نعود نشوفوا أداء، ماناش نقولوا نشوفوا برشلونة في 2009
ولكن شوفوا روح قتالية عند اللاعبين، شوفوا شراسة. بارح ما شفناش قتالية على الكرة. المنتخب الغيني كان أكثر منا قتالية وأكثر شراسة لدرجة لا تصدق، وكأنه هو اللي كان يلعب في أرضية ميدانه أمام جماهيره. مباراة أوغندا راح تكون مهمة جدا ومفصلية، إذا فزنا بها راح نرجع الهدوء البيت المنتخب الوطني الجزائري، بعدها راح يكون أمام بيتكوفيتش الوقت الكافي، وأنا متأكد أنه بعد ما شاهده في مباراة الأمس سيقوم بثورة على مستوى التعليم. دعونا نخرج ببعض النتائج. وهذه المرة محمد، هذه المرة في المباريات المقبلة اللاعب اللي يجي راح يكون هو اللي جابه، ما يجيبوا له حتى واحد. أنا نأكد لك. دعونا نخرج ببعض النتائج لأننا تحدثنا طويلا، ربما المشاهد يتيه معنا في هذا الحديث. دعنا نخرج الآن بأبرز 1 2 3 4 5 الأخطاء التي لا يجب أن نكررها والأخطاء التي حدثت أمس. أول شيء، هل نتفق جميعا بأننا دخلنا بتشكيلة غريبة ولاعبين في غير أماكنهم، ومنحنا الفرصة للاعبين لم يكونوا في المستوى لكي يستمروا إلى الأمام؟ هذا أعتقد أمر مجمع عليه. تشكيلة غريبة أوكي، في غير أماكنهم لا. كل لعب في مكانه، حتى كويري متعود يلعب قلب هجوم. صح، ما لعبوش ميدو برحمة موالفي لعب بليل لعبو ستاتيك براهيمي يلعب خلف المولو وقايك أماكنهم براهيمي تقدر تلعبه على الجهة اليسرى وتستغني على برحمة الذي كان غائبا. تحكي لي على رأس الحربة تخلي بنجاح وتخلي بكرا بنجاح. محمد مان بنجاح كي دخلته ما عليش أمل، لكن خليت رؤوس حربة ودخلت لعبوا طروات ديفونسور سنترو عكسيو هادو كلاكيني، ما كان حتى واحد معهم، يعني لعبوا كيما يحبوا، ما واحد ما قلقهم. قويري كيما تكلم ميدو 9.5 10.5 11.5 ما على باليش أنا. نعم، تجيب واحد من الولايات المتحدة لمين؟ وده بقرار شفناه في شهر مارس. دعونا نتفق أيضا بأن وجود موندريا أساسيا في قادم المباريات قد يكون خطرا على المنتخب الوطني الجزائري، ربما بداية المباراة أوغندا. نعم، ربما سيتم تغيير حارس المرمى. حتى زغبا ودا لا شونس اون با ايتي راسيرون في مصيف بنبوط عطي له الفرصه، عطي له لا شونس لاسامه، عطي له اخي العزيز سيلور، هذا هو الوقت المناسب باش تعطي له الفرصه. بنبوط يلعب، ماناش نقول لك عطي له في اوغندا، لكن راك تجي تجيبوه دوبي بلوس دون اني ما داش لا شونس لو كان في ماتش اميكال. دعونا نتفق ايضا بان واحد من اكبر الاخطاء امس هو ترك القائد بن ناصر دينامو في كرسي الاحتياط. هذا خطأ فني على أرضية الميدان، هذا خطأ قاتل للمنتخب. ولعلمك يا قاسي سعيد، فإن بن ناصر غضب غضبا شديدا من بقائه في كرسي الاحتياط، وهو المعروف بأنه لاعب هادئ، لاعب لا يحتج على قرارات المدربين، ولكن مصادر تقول بأن بن ناصر غضب كثيرا لعدم إشراكه. غضب كثيرا لعدم إشراكه، واحد اثنين.